كلمة الموسيقى يعني إيقاع ولحن. بالنسبة لي أنا أو بالنسبة لأي واحد موسيقي هو بيلعب موسيقى أو الموسيقى هي حياته. المصريين القدماء مثلا في مقامين اللي هو مقام الميجر عند الغرب، وعندنا هنا اسمه مقام العجم، هو أوريدي مكتوب على المعابد الفرعونية. تمام، ده اللي هو المقام الميجر اللي هو اسمه المقام الكبير. المقام الصغير اللي هو احنا بنسميه النهاوند وبيسموه بره الماينر، هو اوريدي مكتوب عندنا، ومكتوب عندنا من آلاف السنين. من أعظم الحاجات اللي اكتشفتها البشرية اختلف الناس هي بدأت منين وازاي وفين، من شوية آلات بدائية ولا من أناشيد وترانيم. في حاجات موجودة في حياتنا صعب قوي انك توصل لعمق عمقها، سرها جاية منين، او بس هي ليها تأثير، ليها حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة خلقها في الأصوات العادية. يعني من أول ما الإنسان البدائي كان بيخبط حجرين في بعض عشان يطلع شرار، ده صوت. الصوت الشجر، صوت الرياح في الشجر ده صوت، صوت الطيور، صوت الأصوات الحيوانات. حنجرة لم ولن تأتي مثلها في التاريخ أكيد أم كلثوم. إما جت تظهر الكل وسع لها، دي الست يعني. في الواقع لأ، كان في قبل الست ست تانية، منيرة المهدية سلطانة الطرب، كانت معشوقة الجماهير ونجمة الغنى الأولى في عهدها. بس بعد فترة أم كلثوم ظهرت بصوتها الفريد وألحان أغانيها الجديدة قدرت تخطف الأضواء منها. قررت منيرة المهدية تدبير المكائد والمحاربة من أجل القضاء على نجومية ومنع ظهور ست أم كلثوم. وأي حد في أي مكان في أي حتة، دي طبيعة الحياة. حتى لو كان حلو جدا 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 لازم يبقى له أعداء، لازم يبقى له ناس مش محبوش، هم مش حابينه. بس في النهاية لا صح إلا الصحيح. يعني أم كلثوم الباك جراوند بتاعها وثقافتها وطريقة التلقين والتعليم اللي هي تعلمت بيه الموسيقى خلى موهبتها أكبر من أي حد هيحاول إن هو يبقى عقبة في طريقها، يعمل لها مشكلة، يروح يبوظ لها الحفلة، يطلع عليها إشاعات. هي موهبتها أكبر من ده بكتير. وكوكب الشرق استمرت في الغنى حتى أصبحت الكوكب العاشر في مجموعتنا الشمسية. غيرت قلبي معك وأنا بداري وأخبي، قلنا أعمل إيه وياك ولا أعمل إيه ويا قلبي. حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي. الغريب إن منيرة المهدية اتهمت جمهور أم كلثوم بالجهل. ليه الأستاذ عبد الوهاب قال إن معظم أغانيكو لا تصلح إلا في الأندية الليلية؟ وجهة نظر. يعني إيه وجهة نظر؟ وبتقولها كده يعني وجهة نظر؟ كده يعني وجهة نظر يعني، يعني إيه وجهة نظر؟ لا هي إيدي بس اللي ماشية. ما أنا عايز أعرف يعني إيه؟ نظر. قول لي يعني إيه وجهة نظر؟ لا تصلح يعني. رد على هذا المنطق. ما هو أنا بقى هتكلم بقى بصراحة، لأن أنا أتكلم يا أستاذ أعصابي برضو. الواحد كل واحد له أعصاب. اتفضل. بيحاول ولها حد احتمال. لها حد احتمال. عظيم. قال الأستاذ محمد عبد الوهاب إن أغاني الشباب الجدد تصلح للغناء في الأغاني الليلية، يكاد يقول مع الواحد ياكل يتعشى جنبها بتاع حاجات زي كده. يعني أقول لك حاجة، هو لما عمرو دياب ظهر في بداياته ومحمد فؤاد ومحمد منير وبتاع، ما كان عليهم هجوم ان ايه ده المزيكا اللي انتوا بتقولوها دي، ايه ده، دي مزيكا ما اعرفش ايه وبتاع. في حين دلوقتي ان هم دول اللي بيقولوا يعني يا رب بس ايه هي دي شكل المزيكا اللي تستمر. استاذ عبد الوهاب بيقول ان الجمهور مات وشيوعت جنازته. طيب ما كانش سمع من غير ليه؟ ما نجحت. طب نجحت ازاي والجمهور مات؟
يعني مات وصحي لها؟ لا ايقظته من غير ليه. ممكن اقول كده؟ ماشي ايقظته. اتفضل. ماشي. هل جمهور ذوقه حصل فيه خلل؟ الهيب هوب ابتدى من الحفلات المنزلية اللي كان بيعملوها أصحاب البشرة السودة في أمريكا. إحنا أذواقنا مختلفة، تمام؟ وأنا لو هتكلم على ذوقي أنا. موسيقى الراب هي موسيقى تعبيرية من الدرجة الأولى، كانت في بداياتها ليها علاقة بالاعتراض. أحياناً بسمع حاجات حلوة وأحياناً بسمع حاجات وحشة، بس الراب رأيي فيه إنه هو نوع مؤثر جداً 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 لما بيبقى معمول مظبوط. أسئلة القرية دي محدودة جدا، عالم طفها، المدينة دي مبالغ فيها جدا، عالم كفرة، البلد دي كاملة جدا بس أخينا عمره ما شافها، بكرهها بمدنها بكل حاجة وحيدة باختلاف. في البداية المزيكا دي ابتدت في مصر بالتقليد. في كتير رايحين لسكة انه يقلده في الامريكان في الطريقة، حتى عوج اللسان يعني تلاقيه بيتكلم بطريقة مش بتاعتك، فانت اصلا ما تستوعبش هو بيقول ايه. يعني لو حد قال لك التمام والكلام والحمام والطريقه دي، هو ليه بيتكلم كده؟ هو مفيش حاجه الطبيعي بتاعك هتكلمني كده؟ هو انت بتعمل كده عشان تحاول تقلد امريكان بيتكلموا ازاي؟ ما ده مش بتاعنا. كل ده لسه ما قلتش فيه، امسك ده اللحظه انا هفصل الشبكه، مفيش مقارنه بين سنتي وسنتك، شوف البوكت زي الطعم في السمكه، فاشل ما بيطلعش اصلا في الشبكه. ده مش غناء بلدي بقى كده. انا ماليش فن، ما بحبش فن الراب ده، انا ما بحسش انه فن، وبيدعو الى الفخ. كل هذا الخليط لا يزعجك والفسق. هل في رفض من الناس او الموسيقيين القدام او الجيل القديم؟ اكيد. لان مثلا لو جبت واحد مثلا زي والدي معدي 80 سنه وجيت قلت له هسمعك غنوه مهرجانات او غنوه راب، هو مش هيفهم، مش هيحسها، بعيدة عنه، بعيدة عن ثقافته. يعني أنا واحد من الناس اللي ليا رأي خاص في الموضوع، إن هو أنا الراب، هل الراب موسيقى؟ هو الراب شكل من الأشكال، بس أنا عشان أقول مزيكا وموسيقى معاصرة، لا، المزيكا مزيكا، يعني ألحان، يعني نغم، يعني آلات موسيقية، يعني أوركسترا، يعني مقامات، يعني إيقاعات، دي مزيكا. الموسيقي اللي مثلا دلوقتي عنده 50 سنة أو 55 سنة وخريج المعهد مثلا من 30 سنة أو من 35 سنة، هو طول عمره بيتربى على نوع من الموسيقى، شايف إن الموسيقى دي حياته كموسيقي. لما تيجي تكلمه على موسيقى مهرجانات أو موسيقى راب، هي بالنسبة له شيء سهل، ما فيهوش حاجة حلوة بالنسبة له. اللي بيميز النوع ده من المزيكا والأغاني هو انه بيناقش حاجات الاغاني عندنا تقريبا عمرها ما ناقشناها. دايما اسرع في السكه، زميلي العمر بيفوت، عدى سنه وده لسه استنى لو ريموت اخدك لفا واوريك النظام. زي شعور الاكتئاب، كان نفسي ما احسش بالذنب، كان نفسي دماغي دي تسيبني في حالي، لما اشوفك احس انه عيب. وتأثير المخدرات على حياتك، قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من أول شكة، أقنعني بالليل فعلا شكت لي أول شكة، مفاصلي ساحت وارتاحت. الأغاني قبل الهيب هوب كانت بتتكلم عن الحب والحبيب، لكن عمرها ما ناقشت مثلا فكرة الفقر والفلوس. ده احنا كمان ضفنا ليها لمستنا وعملنا حاجة اسمها تراب شعبي. الاختلاف شيء عظيم. انا ممكن اصحى الصبح اسمع بيتهوفن، وفي نص اليوم اسمع عمرو دياب، وبالليل اسمع ويجز. كل شخص منهم بيقدم مزيكا بحبها وبتحكي قصتها وبتأثر فيا. اي شيء مش ذوقي ما هوش مزيكا، اي نوع اكل مش ذوقي مش مزيكا، اي نوع عربيات ما بحبهاش ما هيش مزيكا. بالعكس ده بالنسبه لي انا ده ضمان ان احنا في مكان، احنا عايشين في مجتمع فيه براح، يعني في تنوع. ايوه، ده دي حاجه عظيمه، دي حاجه كويسه جدا، انه في ناس
ملايين كتير، عشرات بيسمعوا، ملايين بيسمعوا ده، عشرات ملايين تاني بيسمعوا ده، ودول هيسمعوا ده وده وده وده. الشخص الواحد يقدر في يومه في ساعة واحدة يسمع كده عبد الوهاب وعمرو دياب بس الخوف انه ان الجيل الجديد يتشد يسمع ده بس، ولا يسمع عبد الوهاب ولا يسمع عبد الحليم ولا يسمع ام كلثوم ولا يسمع اي حاجة، فيبقى عندك انقطاع عن الماضي. مفيش خوف من كده ابدا خالص نهائي. وبعدين بقى احنا وشطارتنا، والله بقى اللي عايز يعمل حاجة تانية انت وشطارتك بقى، ما تلومش على ما بيسمعكش، لوم نفسك. نفسي تبقى مفاتيحي على ترابيزتك، صورة جديدة ليا يا ترى غيظتك، بتحب نكتر كل مرة بنفكس انا قدام كل اللي ورا فيستك، نعم يكون عندك بروز عليهم تيست، مش هتفهم انت بتاكل وبتكرف، مش هحبها بحبها بس انجل جابت صف لاني عايزها.